اول اشي كنا عند اخيد الفردة، كنا قاعدين في الليل. اخواني نايمين التلاتة سطر جنب بعض، واخو اختي كانت نايمة على تحت رجل ماما، وماما كانت نايمة بالعرض وماسكة الجوال وبتحضر على اخواني نايمين التلاتة سطر جنب بعض، واخو اختي كانت نايمة على تحت رجل ماما، وماما كانت نايمة بالعرض وماسكة الجوال وبتحضر على الاسد والابرة، اللي قصة كانت كذب. اول اشي كنا عند اخيد الفردة، كنا قاعدين في الليل. اخواني نايمين التلاتة سطر جنب بعض، واخو اختي كانت نايمة على تحت رجل ماما، وماما كانت نايمة بالعرض وماسكة الجوال وبتحضر على جينا من 13 اكتوبر حوالي من 34 يوم. خرجنا لما ادعى الصهيون انه احنا نفضي مكان شمال غزه، لما كان يدعي انه اكثر امنا في الجنوب، لكن هو كاذب. احنا لما اتجهنا وتجمعنا مع بعض صرنا 5 عائلات حوالي 70 او 60 او 64 نفر، يعني من 60 ل 70 نفر بالراحه. فكنا 70 نفر في هالعماره، فضلنا نسيبنا هو ياسر اللوحي.